السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في ايجيبت سمارت هوم. احنا ان شاء الله هنقدم سيرة ظريفة جدا، ان هي هنستخدم الاجهزة السمارت اللي هي ديفايسز صغيرة في ان احنا نتحكم في البيت او في اجهزة بتاعة البيت. كل ديفايس هيبقى له مميزات ويبقى له عيوب، وهنشرح كل المميزات وكل العيوب والتطبيقات بتاعت كل جهاز. احنا عندنا النهاردة في حاجة اسمها شركة عاملة حاجة اسمها سمارت بلاج اور فيبو سمارت بلاج. فالاور فيبو سمارت مش عارف دي واضحة كده، اور فيبو سمارت بلاج دي عبارة عن فيشة ذكية. ولما نتكلم على حاجة بنقول فيشة ذكية معناها ان هي بتشتغل بيه سمارت ابلكيشن او ابلكيشن على النت، ونقدر اتحكم في الاجهزه بتاعتي في البيت ريموتلي، يعني عن بعد، ممكن من جوه البيت من بره البيت. ان انا اقدر اعمل سكيدولينج، يعني اقدر اقول ان هي تشتغل في الفتره من الى او تقفل في الفتره من الى. بقدر اعمل حاجه اسمها كاونت داون، لو انا عايز بشحن موبايلز وخايف انه لما انام مثلا ما يحصلش اوفر تشارجنج او يحصل اي مشكله، عايزه يقفل بعد مثلا ساعه يكون الموبايل بتاعي اتشحن. الابلكيشنز كتيره جدا، اقدر اتحكم في المراوح، في اللمض، في التلفزيونات، في الكمبيوتر، في التكييف. بس تكييف ناخد بالنا من الفولت، هي دي 10 امبير، الفيشه اهي 10 امبير 220 فولت، 10 امبير 220 فولت، يعني بتديني 2200 واط. فانا ما افضلش ان انا استخدمها على التكييفات على طول، يعني دي انا ممكن احطها في اي مكان، وبحط معاها كونتاكتور، والكونتاكتور هو اللي بيقفل ويفتح، لان الامبير وقت ما التكييف بيفتح الستارت اب بتاع التكييف او بدايه التشغيل بتاع التكييف بياخد تقريبا خمس اضعاف التيار اللي هو بيستهلكه في حاله التشغيل العادي. يعني وهو شغال نفترض ان هو استخدم 10 امبير، لو انا بعمل له ستارت اب اول ما يبتدي يقوم التكييف بياخد تقريبا خمس مرات ضعف الامبير اللي هو بيستخدمه في التشغيل العادي. فبالتالي احنا بنحط كونتاكتور مع الفيشه دي، او بناخد الامبير بيكون بتاعها اعلى بكتير من الامبير بتاع الرننج بتاع التكييف. طبعا بستخدمها برضو للري، ممكن محابس الري او بتوقيتات معينه بقدر اعمل السكيدول ده كل الايام، بقول له من كذا في الفتره من كذا لكذا اشغلها ربع ساعه، يفتح لي المحبس بتاع الميه، يروي لي الزرع وهكذا، بحيث ان انا ما بقاش قلقان. انا عايز اسخن اكل قبل ما اجي من الشغل، عايز اشغل تكييف، عايز اشغل فنتيليشن، عايز افتح حاجه شغاله بمطور وهكذا من اي مكان واقفله تاني، ما فيش عندي اي اشكاليه خالص. ودي ان شاء الله هنبتدي بقى نشرح ازاي نعملها سيت اب. السيت اب بتاعها ظريف جدا وسهل، وهنعمل ديمو على مروحة بإذن الله في الفيديو اللي جاي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا دلوقتي بنعمل سيت اب للأورفيبو بلاك البي 25. دلوقتي احنا دخلناها في الكهرباء، وبعد كده بندوس على الاون بتاعها، وبعد كده بعد ما تبقى اون هدوس دوسة طويلة شوية لغاية ما يقلب اللون الأزرق ده لبلينكينج بالأحمر. بعد ما يقلب بلينكينج أحمر كده هشغل الهوم ميت الأبليكيشن، وبعد كده هعمل إسكان، وهنشوف الخطوات مع بعض بإذن الله إزاي نشغلها، وهتشتغل ريموتلي، وممكن تشتغل بالفويس كوماند مع جوجل ميني هوم، ممكن تشتغل مع أليكسا، ممكن تشتغل مع الأي إف تريبل تي وكل حاجة. انتظرونا. السلام عليكم. هنا بعد ما اضافت السمارت بلاج وسميتها فان، فانا هفتحها اهو تمام. لما اول ما بفتح بدوس عليها بتفتح المروحة،
وهدوس عليها تاني، وطبعا بيديني بنسميها تو واي كوميونيكيشن، يعني بتديني الستاتس كمان ان هي مفتوحه ولا مقفوله. طب لو انا فتحتها في صفحه لوحديها كده، المفروض ان انا بدوس على الثلاث شرط دول. طب تمام، فكده بيبان ان هي مقفوله، يعني بتدياني صفحه سوداء كده مقفوله. لو انا دوست اون تديني برتقاني، معناها ان المروحه اتفتحت، وهكذا. ممكن اوصل بقى على الفيشه، طبعا الفيشه هيبقى باين اللون الازرق هنا. لو انا قفلت بتقفل، لو انا فتحت بتفتح. نفس الحكايه هنا، بتديني انديكيشن على الموبايل اللون بيتغير عشان يقول لي ان انا الحاله بتاعتي مفتوحه ولا مقفوله. كده قفلت، كده فتحت، واقدر اتحكم في اي وقت ومن اي مكان. طبعا هنتكلم بقى على التايمينج، على التايمر، وهنتكلم على الكاونت داون ازاي اقفلها بعد تايمينج معين، وان انا اعمل سكيدولينج وهكذا في الفيديو اللي جاي. هنا احنا عملنا كاونت داون ان هي هتقفل بعد مثلا ايا كان 15 ثانية، بعد دقيقة، فبيكاونت لغاية ما يقفل بقت اوف وهكذا. المروحة وقفت خالص اهي. بنقدر نعمل كاونت داون، يعني انا عايز بعد قد كذا تفتح، وبعد كذا بعد قد كذا تقفل وهكذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا دلوقتي شغلنا، عرفنا السوكت وسميناه سوكت 1 بدل فان 1، سوكت 1. والسوكت 1 ده عايز انا اشغله دلوقتي مع يعني هشوفه دلوقتي بالهوم ميت. ادي هو ظهر اهو، اسمه سوكت 1. طيب انا عايز دلوقتي اضيفه مع جوجل ميني هوم، اللي هي دي، عشان اشغل الاوامر الصوتيه. بعمل ايه؟ كل اللي انا بعمله بلينك بالجوجل هوم اسيستنت، بلينك على الهوم ميت عشان اضيف الجهاز على اقدر اتحكم فيه بالاوامر الصوتيه. هنا حتى هيظهر عندي، هو طبعا هنا مش ظاهر دلوقتي سوكت 1، ليه؟ انا ما عملتش لسه لينك. طب انا عايز اعمل لينك، هاجي على الزائد اللي فوق دي وهاجي ادوس عليها. طيب بعد ما كده هقول له سيت اب ديفايس. هنا في عندي نيو ديفايس وفي عندي وركس ويز جوجل. هدوس على وركس ويز جوجل اللي هي اللينك دي، وانا عايز اقول له الابلكيشن اللي انا عايز اشتغل عليه اللي هو هوم ميت. مجرد ما اكتب في السيرش بار هنا هوم ميت هيظهر لي البرنامج هوم ميت. طبعا انا بكون عامل عليه اكونت، يعني اكون عامل اكونت يوزر نيم وباسورد. طبعا احنا في الاول قلناها دي، ادي مجرد ما كتبت هوم وبعدين ام فظهر لي هوم ميت. ادوس على هوم ميت واعمل لينك، هيعمل لينك دلوقتي. قول لي دخل لي الايميل ودخل لي الباسورد. هدخل الايميل بتاعي اللي انا عامل بيه الاكونت اهو، وهدخل الباسورد، واعمل ساين ان. مجرد ما اعمل ساين ان هيعمل لينك على الهوم ميت، وبالتالي هلاقي الديفايس بتاعي اتضاف على الجوجل اسيستنت. اقدر في الحاله دي اقدر اتحكم في الديفايس بتاعي. اوكي جوجل، سوكت 1 اوف. Sure, turning off the socket 1. Okay, Google. Socket 1 on. Okay, turning on the socket 1. Okay, Google. Socket 1 off. All right, turning the socket 1 off. Thank you. السلام عليكم. احنا عملنا هنا دلوقتي التايمر، قلنا ان هو من الساعة 8:53 هيفتح اون للمروحة،
و 20 54 اللي هي 58 هيعمل اوف للمروحه يعني بعد دقيقه. فاحنا المفروض انه هنشوف دلوقتي احنا مستنيين الساعه تبقى فوق الساعه اهي 52، اول ما تيجي 53 المروحه تشتغل. لسه 52. وبالتالي انا بقى اظبط بقى عدد الايام، امتى يبقى اون يبقى امتى يبقى اوف. ممكن اشغلها المواتير المايه، اشغلها المواتير حمام السباحه، اشغلها اي حاجه اهي فتحت 53 وادي المروحه شغاله. احنا بقى ظبطنا على ال 20 54 اللي هو 8 54 دقيقه هيبقى اوف، وعامل افري داي. افري داي يعني كل يوم، يبقى انا في توقيتات معينه اقدر اشغلها، او في توقيتات عايز افتح الباب واقفله مثلا، او ممكن اشغلها الكوالين، ممكن اشغلها لاي حاجه. يعني احنا الفيشه الكهرباء دي ممكن اشيلها احطها في اي مكان واشغلها تفتح اي حاجه، يعني باب عايز افتحه في لفتره معينه اقفله لفتره معينه وهكذا، او موتور ميه، او مروحه، او مثلا حاطط اكل وعامل في الميكرويف اكل وعايز اشغل قبل ما اجي البيت يشتغل ويسوي لي الاكل. هذه المروحه طفت بعد دقيقه بالظبط، وهنا هتلاقي انديكيشن هنا مفيش خالص، اللمبه الزرقاء مش منوره وهكذا. السلام عليكم ورحمه الله.